حافظ يتعلم اللغة الإيطالية. كيفية زيادة كفاءة وسرعة طريقة تعلمك بنسبة 200% مع طريقة التعلم الحالية؟ ألا تعتقد أن هناك شيئا ما ينقصك؟ حسناً، دعنا نضيف العناصر الثلاثة التالية إلى طريقتك: التعرض، التذكير، العادة. تعرض اللغة الخاص بك محدود، لأنه ليس من السهل تغيير بيئتك. يصعب على عقلك تذكيرك بالدراسة. تخيل كم سيكون رائعاً إذا أمكنك فعل ذلك بشكل اعتيادي وبدون مجهود. ووردبيت هو الحل الوحيد لكسر هذه القيود. يعرض ووردبيت تلقائياً كلمة جديدة على شاشة القفل كلما قمت بتشغيل هاتفك. في كل مرة تقوم فيها بفحص الرسائل، مشاهدة اليوتيوب أو الاطلاع على الوقت، ستتعرض للغة وستدرس بشكل معتاد. أيضاً بسبب ذلك يذكرك ووردبيت باستمرار بدراسة اللغة، لذلك تعلم اللغة هو دائماً في عقلك. لذلك ووردبيت سوف يجعلك محاطاً باستمرار باللغة، سوف يذكرك بجد بالدراسة، سوف يخلق عادة دون أي جهد. بغض النظر عن كيفية دراستك، تأكد من استخدامها مع ووردبيت. سيتم تعزيز قدرتك اللغوية بسهولة وسرعة. يبدو ضئيل، هذا ليس صحيحا. إذا قمت بذلك عشرات المرات في اليوم دون وعي، فستحصل على نتائج هائلة بأقل جهد. جربه ليوم واحد لمعرفة ما إذا كان له تأثير حقيقي. 90% من المستخدمين يقيمون ووردبيت بـ5 نجوم. آمل أن تكون راضٍ مثلهم. قم بتحميل ووردبيت على جوجل بلاي الآن.